عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بيكم يا سفراء الرسول في برنامجنا وبرنامجكم سفراء الرسول. النهاردة عايزين نتكلم في موضوع بيخلينا نتعلم إزاي نركز في حياتنا في كل حاجة بنعملها. احنا عندنا الدين الحلال مبين والحرام مبين، عندنا الحلال واضح جدا وعندنا الحرام واضح. عندنا الحلال بنصلي، بنعلم حد، بنساعد غيرنا، حلال. وعندنا حاجة تانية حرام. الحرام ده اللي هو واضح، ان انا اكذب ده حرام، ان انا اسرق ده حرام، ان انا اغتاب ده حرام، ان انا وهكذا. فعندنا حلال واضح وعندنا حرام واضح. المشكلة عندنا فين؟ في الحتة اللي في النص اللي هي الشبهات، اللي هي الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فيها مشكلة. يعني يا ترى اعملها ولا ما اعملهاش؟ طب اروح لها ولا استنى شوية؟ تعالوا نطلع نشوف لما سألنا الناس عن الورع قالوا لنا ايه، ونرجع نكمل. فخليكم معنا، لسه عندنا كلام كتير. ازاي بتتعامل مع الحلال والحرام؟ والله الحاجه اللي عملنا بها الرسول طبعا بنحاول نتبعها على قد ما نقدر، والحاجه اللي عملنا بها الرسول ان احنا نبعد عنها برضه بنحاول نبعد عنها على قد ما نقدر. بحدد علاقتي مع الناس، علاقتي مع ربنا، بان حدد في حاجات حرام في حاجات حلال. في حاجات الحرام دي طبعا لازم ما تتعملش، ربنا حرمها خالص، وفي حاجات حلال لازم تتعمل. بس عامه المجتمع دلوقتي بقى بيخاف من العيب اكتر من الحلال والحرام. بتتحرى الحلال من الحرام؟ دي مساله يعني راجعه للاحساس الداخلي. الواحد بيبقى ده حاسس انه حرام وحاسس انه حلال بس مش اكتر. لا طبعا انا بمشي تبع الدين والعادات والتقاليد، بردك احنا مصريين يعني وعندنا عادات وتقاليد. اكيد بتجنب الغلط علشان عارف ان الحاجه دي هتعود عليا بالضرر. شمعت الظروف، ربنا هيتقبلها منا يوم القيامه بحكم ان احنا عندنا ظروف معينه اجبرتنا ان احنا نعمل حرام؟ لا طبعا ما فيش ظروف تحلل الحرام يعني. ما على حسب الظرف، في ظروف معينه بتجبر الانسان ان هو يعمل حاجه حرام، فممكن ربنا بيبيحها للانسان، بس في حاجات لا مش مباحه لينا ان احنا نعملها خالص. اي حد بيعمل حاجه غلط بتضر المجتمع، بتضر الكون كله، فما مش كل واحد هيعلق أخطاء على شماعة الظروف. ده كان رأي الناس في الورع. بس ايه الورع؟ احنا عندنا المنطقة اللي فيها شارع بتقول لنا عندنا حلال وعندنا حرام. الحلال واضح بين والحرام واضح بين. المشكلة بتيجي منين؟ بتيجي من المنطقة اللي في النص اللي هي قد يكون فيها شبهة، خاصة من أكل عيشي، من شغلتي، من تعاملي مع الناس. فخلي بالنا من المنطقة دي، لأن الحاجة اللي بتيجي من حرام هتنبت الإنسان في حرام. فلازم كل واحد يكون مركز في أكل عيشه تحديدا، ومركز في علاقته بالغير بالآخرين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا المعاني دي في أرق صورة علشان ناخد بالنا. خلي بالكم الحلقة دي محتاجة ان احنا كلنا نكون مركزين علشان نقدر نتعامل مع الخلق ده، نكون سفراء الورع في الدنيا. مهما قلت العملة دي او ندرت احنا ان شاء الله نكون سفراء للورع. سيدنا الحسن وسيدنا الحسين اولاد سيدنا علي بن ابي طالب، وسيدنا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات لقى سيدنا الحسن معاه في بقه تمرة، وكان لسه طفل صغير مش عارف ياكلها، فكان في بقه تمرة يلوكها يعني عمال يمضغ فيها كده بيحاول ياكلها. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى عليه وسلم تسليما، قال له كخ كخ طلعها. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فأخرجها من فيه، طلعها من بق سيدنا الحسن، وقال له أما علمت أننا لا نأكل تمر الصدقة؟ التمر اللي انت بتاكلها دي يا حسن وانت طفل صغير من تمر الصدقة، وتمر الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من تمر الصدقة، فما ينفعش يأكل منها. رغم ان هو طفل صغير ما يعرفش حاجة، بس النبي اراد ان هو يعلمنا الورع بمعناه الدقيق الواضح، علشان ما نجيش نقول ايه عديها وبعدين وما عالجتش عليا ومعلش المرة دي وغيري بيعمل أكتر مني. هي جت على الحاجة البسيطة دي، ما المشكلة إنها هتيجي على الحاجة البسيطة دي. أصل أنت لو نسيتها أو لو أنت كبرت دماغك عنها أو لو أنت ما خدتش بالك أو أنت ما خدتيش بالك منها، كل ده مكتوب ومتسجل عند ربنا سبحانه وتعالى. فيقول نقول يوم القيامة الإنسان بياخد كتابه ويبص فيه، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
فوجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. فأنت هتقول عديها وما جاتش عليا وما تضايقش الأمور قوي كده ومش لازم للطريقة دي وعشان خاطري، بس في النهاية كل ده مكتوب وكلنا هنتحاسب وهنتسأل على كل كلمة، على كل قرش، على كل تعامل احنا تعاملنا بيه في حياتنا. فكل واحد يخلي باله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات كان يتقلب في فراشه فقابلته تمرة، قابله تمرة هو على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ التمرة وهم أن يضعها في فمه هيحطها في بقه يأكلها صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تكون من تمر الصدقة فأخرجها ووضعها في تمر الصدقة. قد كده يا رسول الله أنت بتعلمنا أن كل واحد ياخد باله من تعاملاته. يعني أنت النهاردة في شغلك، احنا نسمع كتير جدا عن اللي هو ما بيروحش الشغل أصلا وزمايله بيمضوله وياخد مرتبه، هل يا ترى ده ينفع ولا ما ينفعش؟ مرتبك ده ينفع ولا ما ينفعش؟ فكر فيه كويس. النهارده واحد قاعد في شغله جاله تليفون من زوجته ولا من بنته ولا من ابنه، بابا احنا عايزين الحاجات دي، فطلع ورقه من ورق الشغل واستعمل قلم الشغل وكتب حاجات مش خاصه بالشغل خاصه بيه هو، يا ترى استعمال الورقه والقلم ده تنفع ولا ما تنفعش؟ دي فيها مشكله، استعمالهم فيه مشكله، استعمالهم ده حرام. طب اللي هو النهارده جاب فلاشه وحط عليها بعض الايات القرانيه والادعيه وطبعها على الطبعه اللي في الشغل وخد الورق ولزقه في الشغل، اظن الراجل بيعمل خير وطبع ايات من القران واحاديث وادعيه، ده ما ينفعش، ان الطبعه دي بتاعه الشغل مش بتاع الحاجه اللي انت بتعملها، الورق ده بتاع الشغل مش بتاع الحاجه اللي انت بتعملها، الكهرباء اللي انت استعملتها خلي بالكم كل دي دواير مهمه جدا جدا جدا. لازم صاحب الشركه او صاحب الشغل يكون عنده علم باللي انت بتعمله ويوافق عليه. لو ما عندوش علم بيه يبقى انت عندك مشكله، انت استعملت الشيء في غير موضعه. يبقى انت لازم هنا تتعامل بالورع. لازم تتعامل بالمعنى ده. اصل ما تنساش يوم القيامه ان احنا لما بنسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المفلس اللي هو ظلم هذا، بنحس ان ظلم هذا دي مش احنا، ده ناس تانية. لا، ما انت ممكن تكون ظلمت صاحب الشغل ان انت بقى خلال 20 30 50 سنه يا ترى طبعت كم مره ورق مش بتاع الشغل واستعملت كم ورقه وهو صرف من جيبه على الحاجات دي، فمش هيسامحك فيها. فلما يعرف يوم القيامه، خلي بالكم يوم القيامه ما حدش هينفع حد، مهما انت استصغرت الحاجة اللي انت بتعملها هي كبيرة مش صغيرة. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله شيئا، حاجة بسيطة جدا. ممكن صاحب الشغل يوم القيامة مش راضي على اللي انت بتعمله، مش مسامحك، هياخد من حسناتك. طب لو مفيش هيديك من سيئاته، وكلنا هنستنى بعض في الآخرة، كل واحد مستني علشان ميزانه يتقل وصحيفته تكون مليانة بالحسنات أو يتاخد منه سيئات. للدرجة دي الورع مهم في حياتنا. تعالوا نطلع لفاصل نصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ونرجع نكمل تاني، خليكم معانا لسه عندنا كلام كتير. الورع، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حديث مهم جدا. احنا كلنا نفسنا نكون عبيد لله سبحانه وتعالى ومن أكثر الناس لربنا عز وجل بيحبهم وبيتفضل عليهم بكرمه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كن ورعا تكن أعبد الناس، كن ورعا تكن أعبد الناس. لازم كلنا نتحلى بخلق الورع. فمرة من المرات أحد الأئمة الكبار من أهل العلم كان اسمه الإمام العمري، الإمام العمري كان في مرة من المرات بيعلم تلامذته، فكان بيشرح لهم بعض كتب العلم وبعض كتب الشرع. فمرة من المرات أحد التلامذة كان هيسافر من البلد اللي هو بيتعلم فيها معاه لبلد تانية فيبقى بعيد، فقال له يا إمام بما تعظني قل لي على نصيحة لو أنا تعلمتها وخدت بيها تكفيني حياتي. فقال يا هذا، ونزل بيده إلى الأرض وأمسك حصاه، مسك حصوة صغيرة، قال يا هذا زنت هذه من ورع تكفي عنك صلاة أهل الأرض. لو عندك حتة قد دي من ورع في قلبك يبقى أنت أفضل من كل الناس اللي بتصلي على وجه الأرض. قصده من المعنى أن أنت لما تكون ورع بتتحرى الدقة في الحرام وفي الحلال بتكون عند ربنا لك مقام عالي قوي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا أن احنا نستسهل الفلوس اللي بتدخل لينا، خاصة مسائل الرزق اللي هي دول جم منين؟ طب أنت أصلنا كان عليا 5 جنيه ونسيتها، ما هي ده دين موجود. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لو يصلي على رجل عليه دين، فانت ناسي دي 5 جنيه ودي 10 جنيه وده مش عارف كام وده كام. خلي بالكم احنا بننسى الحاجات الصغيره دي، بس في ناس تانية مش هتنساها. وغير بقى لو انا نسيت وانت نسيت، ربنا عز وجل لا ينسى ذلك. كل دي مظالم للعباد عندك هييجوا يوم القيامه ياخدوها.
فلو انت كنت ناسي او ظالم واحد في 5 جنيه يوم القيامه دي بفلوس كتير قوي، وتتمنى يوم القيامه تدي له ملايين، بس منين؟ بس من حسناتك. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. اللي فاكر ان غيره هيساعده يوم القيامه لو وقع في مشكله زي دي، ما تنساش ان ربنا عز وجل قال لنا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته، يعني زوجته وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد مشغول في حاجته، مشغول في صحيفته، مشغول في ميزانه، مشغول في حياته، فهو مش قادر يكون عنده صف واقف، ده له 5 وده له 10 وده له 20، كم واحد على قد كده؟ فخده من حسناتي. طب دلوقتي لو انت لحقت نفسك وفكرت في الموضوع ده وحسبته من جديد، يطلع كام؟ المعادله تبقى كام؟ تطلع قد ايه؟ انت لا تقدر تحكم دلوقتي وتمسك فلوسك في ايدك وتحسب حياتك ماشيه وعامله ازاي. ده بيعلمنا ايه؟ بيعلمنا ان احنا نبقى واخدين بالنا من اللي احنا بنعمله. مره من المرات سيدنا عمر بن الخطاب كان قابل ابنه سيدنا عبد الله بن عمر، وسيدنا عبد الله بن عمر من اشهر الصحابه في الورع تحديدا يعني. فسيدنا عبد الله بن عمر كان اشترى يعني عدد كبير جدا من الابل، وكانت الابل دي في رعاه بياخدوها، يعني انت بتدفع ثمن اكلهم وشربهم وتدفع للراعي ثمن، وبعدين بعد سنه مثلا بيجيبهم لك انت بقى، عايز تبيعهم عايز تتاجر فيهم انت حر، حاجتك. فسيدنا عبد الله بن عمر في مره من المرات اشترى قطيع كبير من الابل واداه لراعي بيرعى مع ابل المدينه. وبعد سنه خد الابل بتاعته، فسيدنا عمر بن الخطاب كان امير المؤمنين في الوقت ده ومعدي، فشاف الابل بتاعه ابنه سيدنا عبد الله بن عمر فلقاها سمينه، يعني ما شاء الله واكله كويس كده وكبيره. فسيدنا عمر سال سيدنا عبد الله، قال يا عبد الله او هذه ابل الابل دي بتاعتك؟ قال نعم. قال اين تطعمها؟ انت كنت بتاكلها منين؟ قال كنت اعطيها لفلان الفلاني اللي هو بيرعى بقى الغنم، وانا كنت بحاسبه على اكلها وشربها واجره الراجل كام والكلام ده. قال او يعلم الراعي، الراعي ده بيرعى بقى ابل كتيره جدا، او يعلم الراعي انك ابني؟ الراعي يعرف ان انت ابن امير المؤمنين؟ قال نعم. قال اذا فضلك على غيرها. لما كان يجي ياكل الابل الثانيه كان ياكل دول الاول، انت ابن امير المؤمنين، لما كان يجي يشرب الابل يشرب دي الاول، فانت بالطريقه دي ما ينفعش، اصل هو كان عارف ان انت ابني فاكيد فضلها على غيرها في الاكل وفي الشرب وكمان في المعامله. فقال يا عبد الله بيعها، روح بيع الابل دي تاني كلها، ثم خذ منها راس مالك. خد راس مالك اللي انت اشتريت، انت اشتريت بكام؟ اشتريت ب 10,000 جنيه مثلا. طيب خد راس مالك، انت بعت بكام؟ ب 20,000. خد ال 10,000 راس مالك ورد الربح الى بيت مال المسلمين، ورجع الربح اللي طلع منها لبيت مال المسلمين. فعشان كده خلي بالكم احنا لازم نتحرى ده. طيب هل الموضوع صعب؟ الموضوع محتاج احنا يا جماعه لما نيجي نعمل حاجه ونيجي نخطط لاهدافنا او طموحاتنا، نعمل دراسه جدوى مره واثنين وثلاثه ونخطط ونكتب ونروح ونيجي ونتعلم ونفكر كتير. طب احنا بنتعامل كده عموما مع مشاريع ومع افكار ناس، طب احنا نفسنا اللي هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى واحنا كلنا محتاجين اللحظه دي، هل ده ما يستحقش مني ان انا اقعد النهارده بالورقه والقلم واقعد افكر في الفلوس اللي داخله لي جايه منين؟ وبدفعها في ايه؟ ويا ترى انا عليا لمين فلوس؟ طب يا ترى انا هجدولها معاه ولا هعمل معاها ايه؟ يا جماعه ما تسيبوش الحاجات دي مهمله، لانها بتزيد ومع الوقت احنا بننساها، ولكن الله عز وجل وما كان ربك نسيا، والناس اصحاب المظالم دي مش ناسيين. لذلك من شروط التوبه 3 حاجات خاصه بالله سبحانه وتعالى، وحاجه رابعه خاصه بالناس. ان انت تبعد عن الذنب ما ترجعلوش تاني، خلاص تندم عليه. انما رد المظالم الى اهلها، لا تصح التوبه الا برد المظالم الى اهلها. انا ممكن اكون خدت من حد فلوس ومش عايز اديله الفلوس بتاعته، يبقى انا لازم ارد له فلوسه، المظالم دي ياخدها، حاجته فلوسه. شروط التوبه معروفه 3 متعلقه بالله سبحانه وتعالى، وشرط رابع متعلق بمظالم العباد، ان انا اندم ما ارجعش للذنب تاني اتركه، انما لازم ارد المظالم الى اهلها. خلي بالكوا اللي انت خدت منه هو مش ناسي، وانت في نفس الوقت لازم ترد الحاجه دي، لان يوم القيامه هيجي ياخدها منك، والحاجه البسيطه هتبقى غاليه قوي في الاخره بس مش هنعرف نردها. يبقى انا محتاج ورقه وقلم واقعد احسب ديوني، فلوسي جايه منين، طب يا ترى انا عليا لحد حاجه، طب انا شاكك في موضوع، هل انا سددت ولا لسه، ابدا ارجع للكلام ده. يبقى لازم اتحرى مع نفسي انا بتعامل ازاي علشان اضمن اكل عيشي يكون حلال، فيبقى انا بتعامل بالورع دقه تحري الحلال من الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأن ياخذ احدكم حبله او ان يضع في فيه من تراب، يعني ياكل تراب، يحط في فمه تراب، خير له من ان يضع في فيه ما حرم الله.
الواحد ياكل تراب افضل من ان هو يحط في بقه شيء ربنا عز وجل حرمه. قد يكون المال ده حرام فانت اكلت من حرام. يبقى اذا كل واحد مننا محتاج يفلتر علاقاته ويفلتر حساباته من اول وجديد. كل نفس بما كسبت رهينه. كل واحد مرهون بالحاجه اللي هو بيعملها. يبقى احنا النهارده يا سفراء الورع محتاجين كلنا ناخد بالنا من الحاجات دي علشان نتعامل بيها في حياتنا. تعالوا نطلع لفاصل هنصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهنرجع نكمل تاني في سفراء الورع. فخليكم معانا لسه عندنا كلام كتير. كن ورعا تكن اعبد الناس. احنا النهارده بندور في حلقتنا ان احنا نكون سفراء الورع. كلنا هندور في حياتنا على حاجات قابلتنا. قد يكون انا خدت حاجه مش بتاعتي من حد. قد يكون خلي بالكم دي دعوه مهمه قوي ان احنا كلنا نفكر في الدفاتر القديمه. كلنا ندور في اللي فات واللي جاي وهتعامل معاه ازاي. ليه بقى؟ ده بيعلمنا ان احنا نراجع اللي فات وناخد بالنا من اللي جاي. نبقى مركزين عندنا تحري للحلال والحرام. مش اي حاجه هتيجي هقبلها، لا هقف مع نفسي شويه. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مره من المرات كان في واحد بيبيع يعني فاكهه وكده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في مطره نزلت خلاص وبعدين المايه نزلت فهو حاطط على الوش الفاكهه الجميله الجديده الطازه، وتحت لما حد يجي يشتري بيديله من فوق ومن تحت، فتحت هي بايظه مش سليمه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده فلقى فيه بلل، يعني الحاجه دي فيها غش بالطريقه دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. انت كده بتغش الناس. فخلي بالك انت بتغش الناس، بتضحك عليهم. ممكن اكون بشتري حاجه، بشتري عربيه، ببيع، عمال اقول ان فيها حاجات وهي مش حقيقه. ممكن اقول ان ما فيهاش حاجات وهي فيها كذا وفيها كذا. يبقى هنا بقى ما فيش بركه في البيع والشراء، يبقى انا عندي مشكله. يبقى خلي بالكم من تحري الورع الحلال والحرام ده. نخلي بالنا ليه؟ اصل انا ممكن اقضي المصلحه دي وتعدي، بس ممكن ما تعديش تاني. وهتعاقب بيها. انا فهمت ان هي عدت، انما هي عند ربنا مكتوبه، مفيش حاجه بتعدي. وما كان ربك نسيا، مفيش حاجه بتعدي. يبقى احنا محتاجين نقف مع نفسنا في الموضوع ده وقفه مهمه جدا جدا جدا. ده بيودينا لايه؟ بيودينا لقصه حكاها النبي صلى الله عليه وسلم حصلت في بني اسرائيل. بيقول ان كان في واحد عنده بيت، فجه واحد تاني اشترى منه البيت، اداله ثمن البيت ومشي. خد البيت وده خد فلوسه ومشي. الراجل صاحب البيت حب يعمل شوية تجديدات إصلاحات أيا كان هو عايز يعمل إيه، فلقى في أرض البيت في أوضة من الأوض بيحفر كده، لقى فيه جرة من ذهب. طبعا بركة يا جامع ودي حاجتي، بس كان عندهم حس عالي قوي 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 إن هم يعلمونا حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا القصة عشان المعنى ده. فأول ما شاف جرة الذهب راح باعت لصاحب البيت اللي هو اشتراه منه، قال له: على فكرة أنا اشتريت منك البيت بس، انما ارض البيت دي لو اي حاجه ظهرت فيها تبقى بتاعتك، فجره الذهب بتاعتك والبيت بتاعي. فالراجل اللي هو صاحب البيت قال له: لا انا بعت لك البيت باللي فيه، انا مش عايز منك حاجه. ده يقسم بالله ان هو يديله جره الذهب، وده يقسم بالله ان جره الذهب بتاعته. بصوا يا جماعه العلاقه عامله ازاي. فبيقول الاثنين اتحاكموا عند رجل من الصالحين، واحد صالح كده، قال له: طب تعالوا نشوف هو هيقول لنا ايه. فراح حكوا له القصه: انا اشتريت البيت ولقيت في جرة الذهب، فجرة الذهب المفروض بتاع صاحب البيت. قال له والتاني قال له: انا مش هاخدها، ده انا بعت له البيت باللي فيه. ففي الاخر الراجل ده يعني ادالهم في راي حلو قوي. قال له: انت عندك ولد؟ قال له: عندي ولد. وسال التاني: انت عندك بنت؟ قال له: عندي بنت. قال له: جوزوا الاثنين لبعض ويصرفوا من ثمن جرة الذهب على الاثنين. ليه النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا المعنى ده؟ قد ايه يا جماعه الورع بيفرق في حياتنا كلنا، بيخليك دايما منتبه. وعلى فكره من الطريق ان احنا نوصل بيه لاولياء الله الصالحين: يا رب نكون منهم، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون. من ضمن المعاني التقوى، من ضمن معاني اللي تقربك من اولياء الله الصالحين وتكون ان شاء الله منهم الورع. لذلك الورع راس الامر كله، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الورع راس الامر كله. وقلنا حديث في البدايه وبنعيده: كن ورعا تكن اعبد الناس. يبقى الورع بيعلمنا معاني مهمة جدا. احنا محتاجين كلنا نراجع حساباتنا في حياتنا، اكلنا، شربنا، الدخل بتاعنا، بنصرف على ايه، بنروح منين، بنيجي فين. يبقى احنا كلنا محتاجين نتعامل بالورع. يا ترى النهاردة ايه رسالة حبك للنبي صلى الله عليه وسلم لما تعلمنا خلق جديد ومعنى جديد اسمه الورع؟ هتحبه؟ انا بحبه جدا. طب هتقول له ايه؟ احنا نزلنا وسالنا الناس ايه رساله الحب اللي تقولها للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نسمع ونرجع نكمل تاني. خليكم معانا لسه عندنا كلام كتير.
انا قدامك واقف يا رسول الله، بطلب منك انك تشفع لي وتشفع لاهلي وابويا وامي واحبائي. انظر الى حال هذه الامه الان انها مشتته. احب ان نحشر معك يوم القيامه باذن الله، ونشرب من الحوض الذي تشرب منه، وندخل في المكان الذي تدخل منه. اتمنى من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يتشفع لنا، وربنا سبحانه وتعالى بان يجمع الشعب المصري كله على قلب رجل واحد لكي نقضي على الفساد ونقضي على الناس الحاقدين على الدين. يا رسول الله، اطلب منك الشفاعه ليا ولامتك اجمعين. لن اسالك يا رسول الله اكثر من مرافقتك في الجنه. اني اتمنى ان تكون لنا شفيعا يوم القيامه، وان تكون لنا رحمه وهدى دائما يا رب العالمين. سفراء الورع، احنا النهارده وصلنا دلوقتي لمطلوب سفير، مطلوب سفير للورع. ادخلوا على صفحتنا على الفيسبوك، تابعونا، ابعتوا لنا رساله حبكم للنبي صلى الله عليه وسلم. كم واحد النهارده هيدخل يحمل البوستر بتاعه، شهاده التقدير بتاعته ان هو ان شاء الله هيكون من سفراء الورع، يعني بيتحرى الحلال من الحرام. وصيتنا النهارده بتقول ايه؟ اول حاجه هراجع حساباتي مع نفسي، الفلوس دي جات لي منين وبصرفها في ايه؟ هراجع حساباتي مع نفسي علشان اي قرش ابقى عارف هو جاي منين ورايح فين. يبقى انا اول حاجه هراجع فلوسي عشان اشوف الحلال والحرام. رقم اتنين هراجع الفتره اللي جايه بقى، مش هراجعها يعني هخلي بالي منها. يبقى رقم واحد هراجع اللي فات. رقم اتنين اللي جاي انا مركز فيه. فكر في كل حاجه تتعرض عليك، خاصه الامور المتعلقه بالماديات. رغم الظروف الصعبه اللي احنا فيها، رغم الامور ممكن تكون مش مظبوطه قوي، ولكن في النهايه انا بتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. رقم ثلاثة، رد المظالم الى اهلها. يبقى هم ثلاث حاجات، هراجع اللي فات بالتفصيل، اتنين هركز في اللي جاي، كل تعامل جاي في حياتي هراجعه بالظبط. اتقان لشغلي، لازم اتقن شغلي، ما ينفعش اخد مرتب وانا قاعد في البيت، ما ينفعش ان انا النهارده اخد الفلوس دي وانا ما عملتش اللي عليا، ما ينفعش اضحك على الناس وانا ببيع لهم او بشتري منهم. يبقى اذا رقم واحد براجع اللي فات، رقم اثنين انا مركز في اللي جاي، رقم ثلاثه رد المظالم الى اهلها. مطلوب سفير، ادخل حمل البوستر، شوف انت هينفع تكون مسافر رسول في الورع ولا لا. اكيد ان شاء الله تكون معانا، وانت كمان تكوني معانا. حلقتنا خلصت، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من سفراء الرسول. كن واحدا منهم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.